كنا نقدموا في عرض مسرحية نتاعي اللي هو المنشور كارتون روج في إطار مهرجان المونولوج منزل بورقيبة في الدورة الأولى. في وسط العرض يعني تم قطع العرض من قبل قوات الأمن بعد ما عدينا المقطع صغير مدته تقريبا 5 ثواني من أغنية نتاع ولد كانز بوليس كليب. فكان يعني تدخل أمني لقطع المسرحية، وقفوا المهرجان، مشينا معهم للمنطقة بتاع الشرطة في منزل بورقيبة، قعدنا تقريبا 4 سوايع. بعد يعني فسرنا لهم الوضعية، فسرنا لهم يعني علاش فين إطار كانت. على كل حال تعديت شكاية السيد وكيل الجمهورية اليوم، وهنا اليوم من نهار 3 في المحكمة، وانا تندون هنا نستناو في السيد وكيل الجمهورية وانا تندون شو ما بشي يصير. الغناية تعديت 5 ثواني بقى، 5 ثواني كهو الغنيه عليها هي قامت الدنيا. والله هما سمعوا الغنيه بركه، خاطر المركز قريب للدار الثقافه، هما سمعوا الغنيه بركه، هي البوليس هيك كلف سمعوا الغنيه وقالوا لي كيفاش تحط الغنيه هذيك بصوت عالي. قلت لهم راهي جايه في اطار، انا مانيش نسب البوليس، انا حاطط الغنيه في اطار نقد، نحكي على سيتواسيون نتاع على منظومه كامله في البلاد بما فيها المنظومه الامنيه، وما نحب ولا نكره المنظومه الامنيه، فيها تجاوزات وفيها اخلالات، وحتى حد ما ينجم يمكن الشيء هذايا. دونك نحن تطرقنا بالنقد للموضوع هذايا، كيفاش كانت الصوره قبل، كيفاش ولات الصوره من بعد، استعملنا بما فيهم لانه الفينومين هذا هي الاغنيه ولات فينومين في تونس. دونك تعرضنا لها، تعرضنا للظاهرة بصفة عامة، كيفاش تعامل المواطن مع البوليس في إطار ظهر لي في إطار المعقول، ما تجاوزناش الحدود. دونك هذا هو يعني كان، وهما بالنسبة لهم مشكلتهم كانت إنه الصوت عالي وإنه المواطنين في الشارع سمعوا الأغنية. يعني قالك نحن ما يهمناش شنو صار الداخل، ما يهمناش المسرحية، ما يهمناش الكونتكست نتاع المسرحية، يهمنا إنه الأغنية تسمعت. وأنا بالعكس نقول لهم ما يهمنيش شنو صار البرا، أنا بالنسبة لي حطيت الأغنية في إطار معين، في 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 مسرحية، في وسط فضاء دار الثقافة، ظهر لي فما مينيموم تاع حرية التعبير ولا في البلاد هذيا مينيموم تاع جانب نقدي ونقبلوه. إذا كان نعرفوا روحنا ما نعملين حتى شيء، ما فيها بيس كان نقبل جانب نقدي. السؤال هو كيفاش يمكن نمنع انه اغني؟ هو من المبدا انه العمل الفني يكون حر، هذا شيء مكرس في الدستور، ما فيش نقاش اليوم، ما نجموش نناقشوا الابداع، حريه الابداع وحريه البحث العلمي هذوما ما يتمسوش من المقدسات نتاع الجمهوريه الثانيه في تونس. لكن فما بعض الاعمال الفنيه اللي تنجم تمس من النظام العام او تمس من امن الدوله او بطريقه او باخرى، يعني بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره تحث الناس على الاقتتال، هذا الكل موجود في قضية الحال. المخطر أنه المبدأ أنه حتى محكمة وحتى رجل أمن ما هو مخول لا أدبيا ولا علميا ولا فنيا ولا قانونا أنه ينقد عمل فني ما هوش من مشمولاته، هو عنده تطبيق القانون. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه اللي صار نهار الأحد الصباح عمل خطير جدا على الجمهورية التونسية، بغض النظر على أي حاجة نجم نقولوها فيما يتعلق بمحتوى المسرحية أو غيره، أنه تتدخل قوات الأمن وتمنع عرض مسرحي بدون إذن من وكيل الجمهورية، دون إذن من وكيل الجمهورية، فماش إذن من وكيل الجمهورية، ندخله في مؤسسة عمومية، في مهرجان رسمي، نتحصل على التراخيص الكل، ونوقفوا العرض، ونوقفوا الفنان، ونهبطوه من على خشبة المسرح، ونتوجهوا به للمركز، ونبحثوا ثم نرجعوه. هذا خطير. اليوم كانت في مسرحية، غدوة تولي في قاعة درس ولا في 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 مدرجات الجامعة، الأستاذ الجامعي اللي يقول حاجة ما تعجبش الناس هذه ندخلوا له في 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 الدرس نتاعو، ونوقفوه وناخذوا معاه إجراءات اللي هي غير قانونية، في ظاهرها قانونية لكن هي غير قانونية، فماش إذن باش أنت تتدخل. اليوم ما فما حتى شيء مس من الصالح العام، لهنا اليوم فما حساسية زايدة من بعض أعوان الأمن، 60 عون أمن يتدخلوا باش يوقفوا ممثل على عرض مسرحي في خضم هذا محاربة الإرهاب والحفظ على الأمن، احنا نسخروا 60 عون أمن باش يوقفوا ممثل. هذا هو المخطر. المكافحة الإرهاب وحفظ الأمن ما عنده حتى علاقة بالوحد، فما مؤسسات نقدية، فما وزارة الثقافة تراقب، فما مهرجان المسرحية هذه اللي هي عملت المشكل مع قوات الأمن متحصل على جوائز من عند المؤسسات الرسمية. يعني عندي لنا شهادة اللي هي أحسن إخراج وأحسن عمل متكامل،
تتحصل عليهم مسرح المسرحية هذه من عند هيئات رسمية فيها. فما عندنا هنا الختمة نتاع المندوب الجهوي للثقافة ببنزرت مؤسسة وطنية. يعني إذا كان فما حاجة مخلة ما تصورش أنه الذوق العام تدنى إلى درجة أنه إحنا باش ناخذوا تهجم ونعطيوه جائزة، هذه من جهة، ومن جهة أخرى يذول إذا كان العمل تم الموافق عليه من الهيئات الرسمية ما تصورش اللي فما عون أمن ولا حتى محامي ولا أستاذ جامعي في مادة بخلاف المسرح ينجم يعطي رأيه فيها. فقط هو يقول تعجبني ولا ما تعجبنيش، لكن ما نجمش يتدخل ويوقف. ما فماش ذكر بالاسم أو بالشخص ولا في الغناية هذه ولا حتى في مسرحية اليوم ظفر، فماش شخص مس هو حكي في المطلق. يعني يجي مثلا لو نتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا، اذا كان احنا باش نمشيو في الوتيره هذه، يعني حتى صور المتحركه نتاع ديزني، صور المتحركه نتاع ديزني تو نجموا نمنعوها. زاد تولي النقابات تقوم تشكي بول ديزني وتقول راه بول ديزني في كل ما يعمل صور متحركه يحطهم يشخصهم في 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 شكل الكلاب. ماهيش واحد لهنا، فما تزمت انيك سيت زير. اسكو نجمو نمنعو عمل فني ولا لا؟ العمل الفني راهو فما احنا نبداو واضحين فيها، المبدا انه الرقابه ما تجيش سابقه، ما نجيش نعمل لا سنسور قبل العمل، خليني نشوف العمل ومن بعد على اساسه ناخذ الموقف نتاعي. هذا كي نبدا نكون هيئه مخوله باش ننقد العمل فنيا، فنيه ما كانش باش نرجعوا لنفس الوتيره اللي كنا فيها قبل نتاع الرقابه من وزاره الداخليه ومن غير وزارة الداخلية، وممكن ياسر حتى يتخلق حزب جديد، حزب حاكم جديد يولي هو يقرر شنو هو اللي يتقال وشنو اللي ما يتقالش وشنو اللي نقريوه وشنو اللي ما نقريوهوش. وفي المسرح كيف نرجعوا كالعادة، المسرحيات متاعها كلمتين ونكتة ملمومة من من من, من قهوة وكهوة ذيك هي، ونفقروا الثقافة كما كانت قبل.